أهلا بكم. منذ العام 2003 وقوى العملية السياسية كافة تتحدث عن الإصلاح السياسي والحاجة الماسة إلى تعديل الدستور الحالي الذي يتهم بأنه جذر مصائب العراق بعد العام 2003، لكن ثمة من يؤكد من المراقبين أن هذا الإصلاح لن يأتي أبدا وأنه مستحيل التحقيق في ضوء واقع العراق المنهار على كل المستويات والذي يحكمه نظام محاصصة طائفي صممته قوى الاحتلال أمريكا وإيران ويقوض أركان العراق، الفساد الحكومي والميليشيات وفرق الموت الخاصة وتلاشي القانون وتشوه وتهشم كل مؤسسات الدولة الحقيقية، وبالتالي فإن الانفجار الشعبي المكبوت قادم لا محالة وفق الممثلة الأممية في العراق جنين بلاسخار في آخر إحاطة لها عن العراق في مجلس الأمن الدولي. استحالة إنجاز مشروع الإصلاح السياسي الذي تعد به الطبقة السياسية في ضوء انهيار مؤسسات الدولة العراقية وتجذر الفساد الحكومي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل يشترط لإطلاق عملية الإصلاح السياسي أن يسبقه مشروع حقيقي وجدي لبناء دولة المؤسسات الرصينة والراسخة؟ ولماذا فشلت الطبقة السياسية التي تحكم العراق منذ العام 2003 في بناء دولة مؤسسات حقيقية رغم ما توافر لها من دعم وإمكانات مادية هائلة؟ وهل هذا الفشل المزمن لهذه الطبقة السياسية مرتبط بكون نظام ما بعد العام 2003 نظاما ميليشياويا عصابيا وليس نظاما سياسيا حقيقيا؟ وهل من يحكم الدول الديمقراطية الحقة هي الأغلبية السكانية والطائفية أم الأغلبية السياسية المستندة إلى نتائج صناديق الاقتراع النزيهة؟ وما المطلوب أولاً حتى ينطلق ويمضي مشروع الإصلاح السياسي في العراق ويكون قابلاً للتطبيق الفعلي وتنتظر منه نتائج حقيقية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، مسار عبد المحسن راضي، وقحطان الخفاجي. عقد ديمقراطي جديد، هذا ما بشر به مهندسو العملية السياسية بعد غزو العراق، فإذا فتشت في هيكله وجدته طائفي المبنى والأركان والمسار والأهداف، فتم تقسيم الشعب على أساس طائفي وتحديد نسب غير مستندة إلى إحصاءات ولا إلى واقع ولا أبحاث. محاصصة جعلت طائفة معينة أكثرية وحشرت الآخرين في زمرة الأقليات، فكانت النتيجة ضرب السلم الأهلي وإشاعة الفوضى الأمنية وإدخال العراقيين في دوامة الضياع الاجتماعي، بينما تفرغ الساسة لنهب الثروات وتأسيس إمبراطوريات المال. وخلف الستار بدأت دولة الميليشيات العميقة تنمو ويشتد عودها، متسترة بالنظام السياسي الجديد الغارق في شعارات الديمقراطية الموهومة، حتى إذا مضى 19 عاماً أسقط في يد الجميع، فلا أبناء الطائفة الغالبة كما أوهموها وجدوا خيراً، ولا الساسة الذين رضوا بتسميتهم ممثلي الأقليات دفعوا عن محافظاتهم نيران التهجير الطائفي والقتل والخطف والإخفاء القسري. وما يكشف أكذوبة تحقيق العدالة في المحاصصة الطائفية التي روج لها المتحكمون بالمشهد السياسي أن الميليشيات في ثورات الربيع العربي بدأت تغزو البلاد على أساس طائفي، فهذه سوريا التي تحكمها أقلية طائفية لا تتجاوز 7%، تداعت إليها الميليشيات من العراق للوقوف مع نظام الأسد من أجل قتال الأغلبية الساحقة التي ثارت من أجل كرامتها. وحتى حكومة المالك التي طالما اتهمت نظام الأسد بالمسؤولية عن تفجيرات العراق وقفت في صفه ضد الشعب السوري، فكيف يستقيم ذلك مع شعارات العملية السياسية في تخليص العراق من ظلم النظام السابق كما تدعي؟ التوصيف الثابت الجلي للحالة العراقية بعد الغزو الأمريكي أنها تجسيد حقيقي لمشروع التوسع الإيراني القائم على تخريب البلدان العربية وتدمير معاقله الحضارية، والفشل الواضح في بناء دولة مؤسسات حقيقية، وعليه فلا مصداقية لكل أحاديث الطبقة السياسية عن الشروع بعملية الإصلاح السياسي التي تتكرر على مسامع العراقيين منذ نحو عقدين من الزمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في استحالة إنجاز مشروع الإصلاح السياسي
في العراق والذي تكرره قوى العملية السياسية منذ العام 2003 بسبب انهيار مؤسسات الدولة العراقية وتجذر الفساد فيها. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أيضا عبر سكايب من بغداد الكاتب والباحث السياسي مسار عبد المحسن راضي، ومعنا أيضا أستاذ العلوم السياسية عبر سكايب أيضا الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. أهلا وسهلا بك. حياك الله. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، منذ عام 2003 وقوى العملية السياسية تتحدث عن ضرورة وحتمية الإصلاح السياسي في العراق، تقويم العملية السياسية، تعديل الدستور لما فيه من ثغرات وهنات كثيرة ولم يتحقق شيء، لكن هناك من يتحدث أن هذا الإصلاح السياسي لا يمكن أن يتحقق ولا أن يبصر النور ما لم تسبقه بناء حقيقي للدولة ومؤسسات الدولة الحقيقية الراسخة والرصينة. فعلا هذه خطوة أولى قبل الإصلاح السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. الحقيقة ربما من عام 2003 لحد الآن 19 سنة مرت، أكثر مفردة أو مفردات مضللة سمعناها ومسوف وفيها كثير من التسويف هي مفردة الإصلاح ومفردة التغيير، وأنا أقصد سمعناها على ألسنة المسؤولين، على ألسنة من هم في العملية السياسية، وكلما كان الحديث عن الإصلاح يجري الحديث عن الإصلاح، وهذا سمعناه منذ يعني 19 سنة لحد الآن، كلما ظهرت الحقيقة أنه وكأنه ترويج لاستبداد جديد، ترويج لهضم لحقوق المواطنين من جديد، وإضافة رقعة جديدة لخراب ودمار جديدين. نعم. الحقيقة هناك فرق شاسع وكبير واختلاف كبير بين مفهوم الإصلاح الشعبي كمفردة يطالب بها الشعب، ومفردة الإصلاح التي تدعيها السلطة أو تدعو لها في العراق. الشعب ينادي بالإصلاح من منطلق أن الإصلاح غايته أن يؤدي إلى تغيير في البنية السياسية بما يؤدي إلى تثبيت أو بداية فكرة بناء الدولة، ينسجم ويتناغم مع فكرة بناء الدولة. لكن السلطة، أحزاب السلطة، أحزاب العملية السياسية، قواها تطرح قضية الإصلاح لإصلاح الوضع السياسي، لإصلاح البنية التي تشمل واقعها وتؤدي إلى استمرارها على كراسي الحكم. هناك تباين في هذا المنطق وهذا المنطق، هناك اختلاف كبير جدا جدا بين يعني مقاصد هذا الإصلاح ومقاصد هذا الإصلاح، وبالتالي نصل إلى حالة نجد بها أن السلطة وكل قواها تدعو إلى الإصلاح وتنأى بنفسها عن الإصلاح. كيف؟ وتطالب، لأنها تطالب الشعب بأن يصلح نفسه لكي يتناغم مع السلطة، وليس استجابة للشعب، استجابة لمطالب الشعب العادلة في التغيير والعدالة والرقي وبالتالي بناء الدولة. لا، هم يريدون من الشعب أن يتقبلهم ويوطن نفسه ويرتب نفسه لكي يتناسب مع فكرهم وتوجهاتهم، ويعتقدونهم هكذا أنهم أعلى فكراً وأعلى رؤية وأفهم من الشعب، يتعلمون عن الشعب. فبالتالي هذه حصيلة كل فكر الإصلاح. وأنت تجد بالنهاية أنه تسأل نفسك، يعني هذه القوى التي شاركت في هذا الخراب، في هذا الدمار، في هذا التيه الكبير الذي يعيشه العراق منذ 19 سنة، منذ عام 2003 لحد الآن، هذه القوى هل لها الحق أن تتبني فكرة الإصلاح؟ هل يمكن الوثوق بها أنها ستتبنى فكرة إصلاح ممكن أن تنهض بالعراق وتنهض بمطالب الشعب؟ أن نعم. هذه الطبقة السياسية المتهمة بالتخريب هي المؤهلة أو المطلوب منها أن تصلح، أم أن هناك قوى يجب أن تظهر للإصلاح؟ نتحول إلى ضيفنا في بغداد الأستاذ مسار عبد المحسن راضي. مساء الخير أستاذ مسار. مساء النور أستاذ ماجد، تحية لحضرتك وتحية للضيوف المحترمين الذين معك وتحية للمشاهدين قناة الغافلين. أشكرك. الكثير والعديد
والغالبية من الكتاب والباحثين السياسيين، وحضرتك أيضا باحث سياسي، والمراقبين يقولون ويجزمون أنه لا يمكن أن يكون هناك مشروع للإصلاح السياسي في العراق وهو حاجة ملحة وليس ترفا، في ظل هذه الدولة المهشمة والمحطمة والحقيقة والتي لا زالت عرضة لمعاول تهديم وتحطيم بالفساد، بالميليشيات، بالطائفية، تحطيم لكل مكوناتها المادية وغير المادية. لابد أن تبنى الدولة أولاً قبل أن ينطلق قطار المشروع السياسي. كلام دقيق من وجهة نظر علمية سياسية؟ أستاذ ماجد، أنا أعتقد أن الدولة ممكن أن تضعف لكنها لا تموت، لكن القائمين على إدارة هذه الدولة ربما كما أسلف حضرتكم قبل قليل واستخدم مفردة العصب، هي تريد أن تحصل على الحقوق التي تتيحها لها إدارة الدولة، لكن بدون أن تقدم أي واجبات. لهذا أنا أعتقد أن هنالك مسألة مهمة ربما لا يلتفت لها الكثيرون، أن الإصلاح لكي يتم أي إصلاح في أي عملية سياسية يجب أن يتم بمكونات قديمة، وأن سبب انهيار العملية السياسية التي شاهدناها بعد 2003 أنها اتكأت إذا صحت اللفظ على طابوق جديد، ولم تستعين بالطابوق الذي بناه النظام السابق في إدارة مؤسسات الدولة العراقية. لهذا أنا أعتقد أن المضي في إصلاح الدولة بدون أن تنتقي بعض ما يمكن أن تنتقيه من هذه العملية السياسية الفاشلة لن يجعلك قادرا على أن تمضي بالإصلاح أو أن تصنع نظاما سياسيا أفضل. ولكن أنا أعتقد لأننا ربما نمارس خطابات سببها احتقان الشارع العراقي والامتثال لرغبته وعواطفه الجياشة، نعتقد أن الإصلاح يجب أن نقتلع كل جذور هذه العملية السياسية التي هي فاشلة وطائفية بامتياز. ولكن أنا أعتقد بدون أن نستخدم من هذا الطابوق الموجود ونبني به نظاما أو على الأقل إدارة سياسية أفضل، لن نستطيع المضي إلى شوط أبعد. أما إذا بقينا على مسألة الخطابات وعلى مسألة الاستجابة لشهية الجمهور، فأنا أعتقد أننا سندور في حلقات مفرغة ولن ننتج شيئا حقيقيا يمكن أن يحسن الواقع الذي تعيشه البلاد حاليا. نعم، أشكرك دكتور قحطان الخفاجي. ما دام عملية الإصلاح السياسي تأتي لاحقا، ولا بد أن تكون هناك بناء حقيقي للدولة حتى يكون هذا المشروع مستندا إلى أرضية راسخة وصلبة، والطبقة السياسية تتحدث عن هذا المشروع السياسي منذ طبعا حوالي 20 سنة، لم يتحقق طبعا منه شيء. إذا كانت فعلا مؤمنة أن العراق بحاجة، النظام بحاجة إلى إصلاح سياسي، لماذا لم تعمل جديا على بناء دولة حقيقية حتى تطلق مشروعها في الإصلاح السياسي؟ لماذا هذا الفشل المزمن والملازم للنظام السياسي منذ 2003 وحتى اللحظة؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا الضيوف وحيا المشاهدين الكرام. أهلا دكتور. حقيقة نحن ندرس تلاميذنا بأن الإصلاح، الإعمار، التنمية تحتاج إلى متطلبات معنوية ومادية. المعنوية بالعموم تكون هي إرادة، عزم، برامج، إصرار أو التزام. الجانب المادي هي إدارة، سواء كان قمة الإدارة أو الجهات المنفذة البشرية للإصلاح أو للتغيير. المشكلة للمدلول المعنوي أو المطلب المعنوي موجود، ولا المطلب المادي موجود في العراق منذ 2003 لحد الآن، لأن العملية السياسية برموزها، بشخصها، بآلياتها، كأنما وهي حقيقة أوتى بهم لكي يدمر العراق، أن يجعلوه بلد خارج نطاق التاريخ والحضارة، وهذه النتيجة التي هي نراها الآن نتيجة لهذا التوجه. لذلك لا نعتقد البتة أن هناك مجال لتحقيق تنمية أو إصلاح حقيقي. لذلك هذه الجهات التي هي تتصدر المشهد السياسي لن تقوى على القيام بذلك، لأنها أساساً لم يؤتى بها لكي تقوم بهذا الشيء. واحد، اثنين، وضعت المصالح الذاتية الأنانية الضيقة
نصب أعينها وهي الدالة الأساسية لسلوكها، وبالتالي الإصلاح يتقاطع مع الرغبة الشخصية، رغبتهم والرغبة الخارجية. لذلك نحن نرى كمتابعين وكعراقيين الإصلاح في العراق يستحيل أن يأتي إصلاح من هذه المجاميع. أما لماذا لا تذهب هي باتجاه إصلاح ولو كان شكليا؟ ادعى للأسف الشديد كما سمعنا أنه هذا من قال شلع قلع وذاك من قال المجرب لا يجرب، وها هم الآن المجربون الفاسدون، وها هم الذين يحقون القلع شلع قلع، والذين ادعوهم من يتحاور بشكل أو بآخر لإعادة ذاتهم وتدوير النفايات. إذن نحن أمام إرادة خارجية أساسها وغاياتها تدمير العراق، ونحن أمام عملية سياسية شخصها ما ليس سوى بيادق، ونحن أمام عملية سياسية هي ذاتها عقيمة لا تصلح لإصلاح ذاتها. وبالتالي الذي يترجى من هذه الحكومة ومن سواها أمثالها إصلاحا كما يترجى في القيض شيئا من المطر. أشكرك دكتور. دكتور رافع الفلاحي، إذا كان المحللين السياسيين الكتاب والباحثين والمراقبين يجمعون على أن هذا النظام لن ينتج أي إصلاح سياسي، هذا النظام حطم الدولة العراقية والشرط الأول للإصلاح السياسي هو بناء دولة مؤسسات حقيقية، مجلة الإكونومست البريطانية تتحدث أنه نظام الحكم في العراق نظام استبدالي، هذا تقرير جديد، ومعهد بروكنز وهو أمريكي يقول بعد نحو عقدين من الغزو الأمريكي ما زال ترسيخ الديمقراطية في العراق بعيد بعيد المنال جدا. إذا لماذا هذا النظام؟ وطبعا البريطانيون والأمريكيون هم صانعوا هذا النظام، هذه صحف رصينة تتحدث، مجلات تتحدث ومعاهد تتحدث عن توصف هذا النظام بهذا الشكل، والعراقيون أيضا مجمعون. إذا لماذا هذا النظام لحد الآن نظاما مدللا يحظى بكل الرعاية على ويسوق على أنه نظام ديمقراطي في المنطقة؟ أستاذ ماجد، قبل أن أجيبك عن هذا دعني فقط أعلق على كلام سمعته قبل قليل من أحد ضيوفك الكرام. يعني جرى الحديث أنه يعني كان ممكن لما حدث بعد 2003 أن يستفيد من أحجار البناء التي كانت قد أسست الدولة العراقية الحديثة. نعم. نعم. ويبني على أساسها بعد 2003. نعم. والآن علينا أن لا ننجر إلى عواطف الشعب وندمر كل شيء العملية السياسية، لكن أن نأخذ جزء من بنائها لكي نمضي بالطريق. أولا دعني أقول لك أن المقارنة بين شيئين يجب أن يكونا بحجم واحد، أن يكونا باتجاه ربما هذا سلبي وهذا إيجابي، ربما في إطار مختلف، لكن هناك توازن، هناك رؤية متساوية في القوة، في الحجم، في الكثافة، في التوجهات، في الأهداف. يعني هناك الدولة العراقية بنيت من عام 1921 لغاية 2003، كان هناك بناء تراكمي. نعم. بغض النظر عن شكل النظام. نعم. جمهوري ملكي بغض النظر، كان الإنسان العراقي يبني، المؤسسات العراقية تبني نفسها وتبني بنى تحتية وتؤسس لبنى تحتية، بنى صناعية وزراعية وإنسانية ومجتمعية وثقافية وتعليمية، هذا كله كان يهيئ، وخدمية. من عام 2003 لحد الآن كل هذه البنى التي بنيت دمرت، التوجهات تختلف، الأهداف تختلف، الرؤى تختلف، العملية السياسية في مجملها. يعني ممكن أن نأخذ من بعد 2003 من جدران أو بناء ما سبق، نعم، لكن بعد 2003 الآن لو أردنا الإصلاح فنحن سنذهب إلى التغيير وليس الإصلاح، لأن العملية السياسية بنيت على باطل، بنيت على خطأ، وخطأ بنيوي كبير لا يمكن أن تأخذ أي شيء منها. القوى التي داخلها بنيت على أساس المحاصصات، محاصصات الطائفية والمحاصصات القومية العرقية، فبالتالي ووزعت المكاسب وكل الخيرات بين هذه القوى التي الحاكمة للعراق، و19 سنة من خراب إلى خراب تقود العراق، وكلها شاركت في هذا الخراب. وخلينا أعزز كلامك، أقتبس من مجلة الفورين بوليسي في تقرير لها عن العراق، تقول على رأسها الفساد والطائفية، مشاكل العراق معقدة ومستعصية
ولن تحلها أي حكومة جديدة قادمة. بدليل إحنا 19 سنة من حكومة إلى حكومة كان الوضع يمضي إلى الأسوأ، على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي هناك أزمات، هناك أزمات كبيرة. كل هذه القوى السياسية بشخوصها بأحزابها بكل مكوناتها تدفع أزماتها إلى الشارع العراقي. مزقت الشارع العراقي بفكر طائفي، بفكر مخرب وفكر هدام، إضافة إلى الفساد الذي تعمم وصار السلاح المرخص الذي يقتل الجميع وبيد الجميع ومرخص من كل هذه القوى. سلاح الفساد مرخص من كل هذه القوى وتبتز به المجتمع كله وتبتز به العراق كله، صار مؤسساتياً. مؤسساتياً هو المؤسسة الوحيدة المخدومة من الجميع. نعم. وبالتالي العراق طوال هذه السنوات بقوائم منظمة الشفافية هو من الدول على الأقل 20 الأكثر فساداً في العالم. لا أريد أن أقول هو في المرتبة الخامسة والأولى والثانية، لكن على الأقل بالمراتب 20 الأولى في الفساد في العالم. والعراق دولة فاشلة، دولة هشة مثل ما يسمونها الآن، دولة لا تقدم خدمات، دولة غير ديمقراطية ومستبدة، مثل ما حتى الأمريكان نفسهم الذين جاءوا بهذا النظام الآن يصفون النظام في العراق مستبد ودولة ميليشيات وعصابات ولا احترام للقانون ولا وجود القانون. إذن كيف يمكن أن تأخذ من هذا البناء شيئاً لتؤسس إلى الحاضر؟ لا يمكن لأدوات التخريب أن تكون أدوات للبناء، لا يمكن أبداً. فأنت إذا ما أردت أن تعيد العراق إلى وجه الحقيقي، أن تعيد الحقوق إلى الشعب، يجب أن تزيح كل هذه العملية السياسية بكل بنائها. وليس عيباً القول أن الناس، أن النظام، أن الرؤية السياسية تنسجم مع عواطف الناس. العواطف ليست عيباً وليست سبة. هذا النظام هذه مدلل، هذه علامة قوة. قبل الفاصل، نظام مدلل مع العلم، رعاته صناع يتحدثون، نظام مستبد لا يمكن إصلاح مشاكل المعقدة مهما جاءت من حكومة، لكن هو يلبي في نفس الوقت. هؤلاء الذين يتحدثون عنه هم الذين جاءوا بهذا النظام، هم الذين جاءوا بهذا النظام بهذا الشكل، جاءوا به نظاما ديمقراطيا في هكذا المنطقة قالوا، المكتظة بالدكتاتوريات والأنظمة الشمولية، وسيعمم ودعم بمئات الآلاف من الجنود، ولا زال على أنه نظام ديمقراطي وليس نظام المستبد. ما شكل الديمقراطية؟ ما هي إذا عدنا إلى البداية، يعني ما شكل الديمقراطية؟ أن يؤسسون عملية سياسية مبنية على المحاصصة الطائفية والعرقية، هل هذا يتناسب مع الديمقراطية؟ هل الفكر الطائفي والفكر على التوزيعات هذه التي حسبوها من مجلس الحكم إلى الآن يتناسب مع الديمقراطية؟ لا يمكن أن تأتي بالديمقراطية والطائفية والفكر الطائفي على سطح واحد، لا يمكن. فهو من البداية لم يأتوا للديمقراطية، هذه كذبة كبيرة. وقالتها كونديليزا رايس، كونديليزا رايس قالت لم نأتي من أجل الديمقراطية، مثلما لم يأتوا لأجل أسلحة الدمار الشامل، هم جاءوا لتخريب العراق. فبالتالي هم الذين أقاموا هذا النظام، الآن ينتقدون هذا النظام لكنه في نفس الوقت يدعمونه لأنه يلبي أهدافهم، يلبي أن يبقى العراق ضعيفاً ممزقاً خرباً. أشكرك. تتغول فيه كل القوى، ساحة للصراعات وساحة للفوضى مثالية ممكن أن يستفادوا منها وأن يعطوها درس للآخرين. أشكرك. نعم. دكتور، أستأذن من الضيوف الكرام ومن المشاهدين أيضاً، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن استحالة إطلاق مشروع للإصلاح السياسي في العراق في ظل الدولة المهشمة الحالية في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في استحالة إنجاز أو إطلاق مشروع للإصلاح السياسي في العراق كما تعد الطبقة السياسية منذ العام 2003 بسبب تحطم الدولة وتهشمها. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، مسار عبد المحسن راضي، والدكتور قحطان الخفاجي. أستاذ مسار، عبد المحسن راضي، عفوا، هناك يسمعني أستاذ مسار؟ هناك من يشخص الحقيقة واحدة من
أبرز الأسباب أو أقوى الأسباب لفشل هذه الطبقة السياسية في بناء دولة مؤسسات حقيقية راسخة ورصينة؟ السبب أن هذا النظام الحقيقة هو نظام ميليشياوي عصابي وليس نظاما سياسيا حقيقيا على غرار ما موجود في كل دول العالم من أنظمة سياسية. هذا تعتقد هو السبب الرئيس في أن هذا النظام فشل؟ بل هناك من يقول أنه لم يرد، لا رغبة له في بناء دولة مؤسسات حقيقية لأنها ستجرف مغانمة ومكاسب الحزبية والطائفية وغيرها. أستاذ ماجد، اسمح لي في البداية أن أعلق قليلا على ما قاله الدكتور الفلاح المحترم، وأحب أن أبين له هنالك فرق بين المشاكل البنيوية التي تعاني منها الدولة العراقية الحديثة وما بين المشاكل التي سببها هذا النظام الذي وجدناه بعد 2003. أضرب مثلا بسيطا وربما الدكتور الفلاح يعرف هذا تماما. مثلا عندنا أن البريطانيون اتفقوا مع الملك فيصل، وهذا موجود في ما كتبه حنا بطاطو، مثلا أن القانون المدني الحديث الذي عرفته الدولة العراقية بعد سنة 1921 تم الاتفاق على أن يطبق في مراكز المدن ولا يطبق في أطرافها أو في المناطق الريفية من العراق. هذا واحد. ثانيا، عندما نترك بطاطو مثلا ونذهب إلى خالد الذكر محمد حسنين هيكل يبين لنا أننا بسبب أننا دول مستقلة من العالم الثالث لم نمارس الاستقلال ولم نعرف إدارة الدولة بشكلها الحديث لفترة طويلة، فإن الناشطين في المجال السياسي هم قليلون العدد، وكذلك الذين يقومون بالثورة المضادة هم قليلين العدد أيضا. يجب أن نفهم أيضا أن المجتمع العراقي هو مجتمع مع الأسف دائما ما أستاذ بسان، اسمح لي حتى لا نغوص في تاريخ مشاكل الدولة العراقية الحديثة أرجوك، لأن الوقت أيضا ضيق. جاوبني على سؤال هذا النظام. أنا سأجيبك أستاذ ماجد، ولكن اسمح لي أنت، هنالك كلمات تستخدم فيها حرف الألف بدون همزة، وهنالك الهمزة يجب أن توضع أسفل الحرف، وهنالك همزة وصل أحيانا لكي نوضح عن أي كلمة أو عن أي مفهوم يجب أن نستخدمه. أما إجابة بالنسبة للسؤال الذي طرحه جنابكم الكريم، يجب أن نفهم أن الدلال الذي تمارسه الأجندات الدولية والأقليمية هو ليس دلالا بالمعنى دعنا نقول التشويقي، وهو مضلل. كل ما هنالك أن هذه القوى العظمى تفهم أن الدول الفاعلة في الشرق الأوسط أو في المشرق العربي تحديدا باتت قليلة العدد، ولهذا هي ليس لها بديل إذا هذا النظام قلب رأسا على عقب أن تأتي بنظام بديل يستطيع إدارة التحديات الأمنية التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها وحتى إيران التي بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ مسار، اسمح لي سؤالي عن مشكلة النظام الميليشياوي العصابي المافيوي، هذا لا يمكن أن ينتج إصلاحا سياسيا لأنه ولا بناء دولة، لأنه ليس نظاما سياسيا كالذي موجود في دول العالم. هذه النقطة أرجوك أن توضح ليها، لأن الوقت جدا ضيق عندنا. أكيد أن القوى الميليشياوية الحالية من المؤكد هي لن تسمح أن تبنى الدولة بشكل قوي وأن تصغر أو أن تضيق المساحات التي تتحرك بها، ولكن أنا أجد أنه في نفس الوقت أنه حتى أنت تريد أن تطهر هذه الميليشيات أن تستعين بجهة ربما هي قابلة أن تضيق مساحة هذه الميليشيات وتدمجها في مؤسسات الدولة وفق انتقاءات واختيارات معينة، وهذا الإجراء أنا أعتقد ليس حكرا أو دعنا نقول العراق من سيقوم به وحده، هنالك دول أخرى عانت من هذه الميليشيات. اسمح لي، هذا عام 2003 مع حل الجيش العراقي السابق والأجهزة الأمنية وتشكيل أجهزة قوات مسلحة وأجهزة أمنية أتي بالميليشيات التي كانت في إيران، أتي بالميليشيات التي كانت في موجودة في إيران بدر وغيرها وأدمجت في القوات المسلحة. لاحقا صار هناك أنين وهناك ألم وهناك شكوى أن هذه القوات مخترقة من قبل هذه الميليشيات ولا بد من تطهيرها إذا ما أريد لهذه القوات أن تعود إلى مهنيتها إلى علميتها إلى أسس العسكرية الحقيقية. صحيح.
سيد ماجد، أولا اسمح لي، الطريقة التي تقاطعني بها قد يظن المتلقي والمشاهد أنني أدافع عن الميليشيات الإيرانية. لا أنا أكثر واحد أعتقد، اسمح لي فضل. عندما تعطيني المساحة الكافية هنالك مسألة جدا دقيقة أنت تطرحها، فلهذا أنا أحتاج وقت وأحتاج انسيابية لك كل الوقت لكي تصل الفكرة إلى المشاهد. فضل. شكرا جزيلا. فضل. بالنسبة للميليشيات الحالية هي أعتقد أنه تعيش في، دعنا نقول، في الوقت الضائع. الجميع أصبح متفقا، سواء القوى السياسية، حتى القوى السياسية الطائفية وهي والعرقية أيضا، ونقصد بهم الشيعة والسنة والكرد، باتوا جميعا يدركون أن وجود هذه القوى الميليشياوية حتى سيمضي بهم نحو الخراب. لهذا ربما أنت تشاهد الآن أن هنالك تعاوات جدية من بعض القوى السياسية ومنها التيار الصدري تحديدا إلى دمج هذه الميليشيات، أو على الأقل عصب أو مجموعات أو نخب أو سميها وأطلق عليها الفئة التي تشاء لكي تندمج بمؤسسات الدولة العراقية. هذا واحد. أنا أعتقد أيضا لكي هذه المؤسسة العسكرية التي يمتلكها العراق تعود إلى سابق عهدها وإلى وضعها الصحي كما أسلف حضرتكم، فنحن نحتاج أيضا ربما لإبدال الطابق العلوي من القادة، دعنا نقول بقادة من أعمار أخرى، فئات أصغر ليس لديهم، دعنا نقول، ملفات ممسوكة من قبل الأحزاب عليهم، وخاصة ما يعرف بمسألة انتمائهم للنظام السابق. أعتقد أن هذه الخطوتين تستطيع أن تنتج لنا ربما بعض الصحية في النظام الحالي. أعتقد أيضا لكي نخلص من هذه الميليشيات ومن الاحتراب الطائفي الموجود الذي يعانيه المجتمع العراقي، ربما الأساتذة الأفاضل هم أعرف أيضا أن تمارس، حتى خاصة الأحزاب السنية والتي هي جربت قيادة العراق لفترة كبيرة، أن تسمح ربما بأن تكون لها مكاتب ووجود في مناطق العراق الجنوبية والوسطى، أن تجرب أن لا تنظر بأن سبب خراب العراق هو فئة واحدة، وأن تسمح لما تمتلكهم من قدرة على فهم كيفية إدارة العراق أن تنتشر، بدل أن يكون هنالك ابن سبأ واحد نلقي عليه المسؤولية ونقول أنه هو سبب خراب العراق. أجد أن هذه الخلطة ربما تستطيع أن تقدم شيئا أفضل في المرحلة القادمة. أرجو أن تكون راضي عن الوقت اللي أخذته. جيد جدا وممتاز، وهذا بفضلك وفضل الضيوف المحترمين. أشكرك. أرجو أن لا أكون قد أقل لا عليك. أخ عزيز أهلا دكتور قحطان. أيضا في نفس النقطة، هل تعتقد أن هذه المشكلة الرئيسية في هذا النظام أنه لن ينتج إصلاحا سياسيا، لا رغبة له بإصلاح سياسي، بعيد عن الإصلاح السياسي وبناء الدولة العراقية، هو لكون نظام ميليشياوي عندما يصلح سياسيا ويبني دولة مؤسسات، إذن كل هذه القوى التي تملك ميليشيات وفرق موت لابد أن تخرج من المشهد، أن تخرج أو تخرج من المشهد، لا وجود لها فعلا. هذه قضية رئيسية، قضية الميليشيات في هذا النظام السياسي. عزيزي حتى نكون دقيقين في هذا الموضوع، علينا نفرق عن النظام برمته وأطراف النظام العملية السياسي. النظام وضع بآلية عقيمة لا يمكن أن يخدم ولا أن يطور ذاته ولا أن يغير. اثنين، هذا النظام، هذه الترتيبات تخدم القوى الخارجية أكثر من أي جهة أخرى، والعراق هو الخاسر فيه. القوى العاملة داخل المنظومة السياسية الحالية لا تمتلك قرار، لذلك كثيرا عليهم أن نقول هم سيعدلون أو يغيرون أو يصححون، لأنهم لم يملكوا أساسا قرار في هذا الاتجاه، هم وجدوا في هذا المكان لينفذوا فقط، لا مجال لأن يصحح الحالة. والذي يتوقع أن هناك تغييرا أو ترتيبا يولد من ما يسمى بهذه الديمقراطية المشوهة. الديمقراطية في العالم لا تأتي بالسلاح وعبر غزو خارجي. اثنين، الديمقراطية لا تعني رأي الأكثرية العددية المجتمعية، لا، الأكثرية العددية المجتمعية إذا ما سادت بشكل عام يصبح ما يسمى بالعلوم السياسية دكتاتورية الأغلبية. الديمقراطية هو البرنامج الأكثر مقبولية، هو الذي يحظى بالعددية الأكثرية، كما الآن في أمريكا على سبيل المثال، مرة يكون البرنامج الديمقراطي جيد يحظى بمقبولية عالية جماهيرية يكون هو في المقدمة، بعد حين سيأتي الجمهوريين أو الديمقراطيين ببرنامج آخر
الأفضل يأخذون الأغلبية. إذا الأغلبية لا تحسب على حساب الأغلبية العقائدية المذهبية بقدر ما البرنامج، وإلا لا يمكن أن يكون في أمريكا رجل أسود رئيسا للجمهورية، لأن الأسود هو كقيمة عددية أقل من البيض في أمريكا. دكتور قحطان اسمح لي، سنتحدث عن قضية الأغلبية التي تحكم في الديمقراطيات، أغلبية سياسية أو أغلبية يعني طائفية أو سكانية. في قضية أن هؤلاء الحقيقة جاءوا لينفذوا أوامر قوى خارجية، قوى احتلال بتدمير البلد، لكن بعد 18 سنة الحقيقة هذه الممارسات والسياسة اللي مارستها قوى الاحتلال والصانعين أمريكا وإيران الحقيقة انقلبت على هذا النظام. بلاس خارت الممثلة الدولية في العراق تحدثت في آخر إحاطة لها عن العراق أمام مجلس الأمن الدولي وقالت إن هناك، طبعا مستقبل العراق غامض، قالت هكذا، وإن هناك غضبا شعبيا مكبوتا قابلا للانفجار في أي لحظة. هل من مصلحة هذه القوى وأيضا القوى الدولية أمريكا وإيران أن انفجارا في العراق ينسف كل شيء الذي بنوه في إقامة نظام سياسي؟ إيران مستفيدة، هذا النظام السياسي موالي لها، وأيضا أمريكا هذا النظام موالي لها، الآن الانفجار قادم من جراء هذه السياسات، وبالتالي نسف كل هذه الجهود والخسائر والإمكانات المادية التي وفرت لإقامة نظام سياسي في العراق حليف لأمريكا ولإيران. رغم أن كل من إيران وأمريكا كسبوا كثيرا في العراق، وأول دلالة الكسب أنهم أزاحوا نظام يتقاطع مع عقائدهم وأفكارهم، أبعدوا العراق عن التوازن الإقليمي العربي العقائدي والأمني والعسكري، وبالتالي وأيضا أباحوا ثروات العراق إلى لهم ولغيرهم. ولكن مشكلتهم على ما يبدو أنهم لم يتمكنوا لأن يضعوا لداخل العراق مقبولية لهم، هم كسبوا وهم كانوا أنانيون إلى حد اللعنة لمصالحهم على حساب المواطن العراقي. فالعراقي لم يستفد من الجانب الأمريكي لتحسين وضع المجتمع العراقي ولا من الجانب الإيراني، لذلك إيران قبل أمريكا خسرت شعبيتها في العراق. ولعلنا نرى أن المناطق التي تحسب شيعية لصالح، بين قوسين شيعية لصالح إيران. دكتور، ما هي ملامح، ما هي ملامح خسارة إيران في العراق؟ الملامح كثيرة، ولعل الذي حصل في بعد تشرين هدم ولإزالة رموز إدارة إيران أو قادة إيران في العراق، وتخريب صور خامنئي وخميني، وتخريب مراكز الدبلوماسية الإيرانية في العراق، دل على تقاطع كامل. اثنين، التقاطع العام الشعبي العراقي للأحزاب المذهبية الطائفية الموالية لإيران. الشيء الثالث، كل متظاهرين العراق قالوا إيران برا برا، بغداد تبقى حرة. هذه لم يتوقعون هم أساسا يصلون لهذه النتيجة. أمريكا بالمقابل أيضا التي ربحت كثيرا عندما أنهت نظام عراقي قومي ذو عقيدة تتقاطع مع الجانب الأمريكي، لم تؤمن ديمقراطية حقيقية ممكن أن تدل على وجود رغبة أمريكية لبناء شيء عراقي جديد. إذا العراقي أدرك أن كل من إيران وأمريكا ضررا كبيرا على المصالح العراقية، لذلك انتفض. الآن الجميع يحاول تحسين حاله، ولكن فات الأوان. أمريكا غير قادرة على تحسين حالها في العراق، وإيران حالها أصعب من العراق، لذلك تسعى إلى شيء من المواجهة مع أمريكا في العراق، على أمل أن تكون لها قدرة على أن تجعل الأمور في حيث بيص، لعلها تجد مجالا ومخرجا لبقاء عناصرها. ولكن بالنتيجة في رأيي الشخصي، الشعب العراقي هو الذي سوف ينتصر وسيزيح إيران وأتباع إيران. دكتور رافع الفلاحي، الحقيقة هناك يعني أسطوانة مشروخة تردد منذ عام 2003 إلى اليوم، أن الأغلبية السكانية هي من تحكم العراق، من حق الأغلبية أن تحكم، لا يجوز سلب الحق السكاني، الأغلبية السكانية أن يسلب حقها في حكم العراق، والعراق المفروض دولة ديمقراطية يعني كما يقول قوى العملية السياسية وأمريكا. في الديمقراطيات الحق الذي يحكم تحكم الأغلبية السكانية، الأغلبية الطائفية، الأغلبية المذهبية، أم أغلبية سياسية مستندة إلى صناديق اقتراع وانتخابات في الديمقراطيات الحقة؟ أيهما من يحق له الحكم؟ لا، الحقيقة واقع، هذا واقع الحال، واقع كل بناء صحيح، أن الأغلبية السياسية هي التي تحكم،
الأغلبية التي تشكلها الفكر السياسي مهما كان طائفته، مهما كان دينه، مهما كان مذهبه، مهما كان، لكن رؤيته السياسية واحدة وفي إطار واحد موحد يضمه تجمع معين، سميه جمعية، سميه حزب، سميه المهم، فكر معين بأهداف معينة سياسي، ومهما كان اللي داخله، داخله كردي، عربي، تركماني، مسيحي، مسلم، شيعي، سني، لا يعني هذا الشيء. أما أن تأتي إلى ما موجود في العراق، فإن الشيعة تنتخب الشيعي، والسني ينتخب السني، والكردي ينتخب الكردي، ولهذا حصته، ولهذا حصته، ولهذا حصته. هذه كارثة لا تتناسب مع الديمقراطية، وليس لها علاقة بمفهوم الأقلية والأكثرية. الأقلية والأكثرية مفهوم سياسي وليس مفهوم سكاني، لا تعبير عن 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 سكان. يعني مثل ما قال الدكتور قبل قليل، دكتور قال قحطان. الدكتور قحطان، انه عندما تاتي امريكا وتضع رئيسا اسودا، هل هل هم السود هم الغالبيه العظمى في امريكا؟ هذه القضيه بغير شكل، رغم انه هناك ما اخذ على هذه القضيه، لكن هذا جزء من التعبير، ما اخذ على الديمقراطيه الامريكيه وما اخذ على الديمقراطيه الغربيه، لكن هذا جزء من هذا التعبير عنه. فاحنا لا توجد لدينا هذا. ثانيا، انه كل هذه الطبقه، كل هذه الطبقه السياسيه التي تعتمد الاقليه والاكثريه مثل ما يقولون، لم تستطع ان تخلق شيئا او تصنع شيئا يتناغم مع بناء الدوله، مع فكر الدوله. فكر بناء الدوله اساسا يعتمد على معايير معينه، على نقاط معينه، اولها الهويه الجامعه. بالعكس، كل هذه القوى، كل العمليه السياسيه التي تدعو الى الاصلاح وتدعو الى ان الشعب يقتدي بها وهي ذاهبه للاصلاح، لم تاتي يوما وتضع نظاما لهويه جامعه. بالعكس، هويات فرعيه، رايات طائفيه صغيره تفرق تمزق، لم تاتي لتقول انه بل الهويه الوطنيه الجامعه كانت موجوده، تعرضت للتهشيم والتشويه. وبالعكس، سيادة القانون غير موجودة، سيادة التنمية المستدامة غير موجودة، التعليم العالي غير موجود، التعليم بكل أصنافه غير موجود، الخدمات غير موجودة، الصحة غير موجودة، المجتمع تمزق، والقوى الراعية لهذا النظام المتهرئ في العراق لا يهم الشعب العراقي. يعني قبل قليل كنت تتحدث أنه ألا يخشون من الشعب العراقي؟ هم لا يخشون شيئاً، ويعتقدون أن قواهم الاستبدادية وقدرتهم على مسك السلاح وقدرتهم على دعم عدم دعم الشعب قادرة على سحب، بدليل أن العراقيين خلال 19 سنة هاجر أكثر من 10 ملايين عراقي، و6 ملايين عراقي شردوا من بيوتهم، وعندنا 12 مليون عراقي تحت خط الفقر، وعندنا مخدرات، وعندنا بطالة وعطالة وتظاهرات وقتل وسحل وتغييب، مصائب كبيرة جدا، ولا أحد يهتم لهذا الموضوع. فلذلك البناء اللي موجود لا يتناسب مع فكر الدولة، فكر الذي يبني تجربة سياسية، تجربة اقتصادية، تجربة وطنية واضحة ومعبرة عن نفسها وخادمة للشعب. أشكرك أستاذ مسار. أيضا قوى العملية السياسية تدافع عن نفسها أنها لم تبني الدولة الحقيقية، دولة المؤسسات، لم تطلق عملية للإصلاح السياسي، لأن هناك مؤامرة خارجية الحقيقة عرقلتها، عوقتها، استهدفت هذه التجربة، المؤامرة الخارجية، ولذلك لم تعطها فرصة لتلتقط أنفاسها في البناء أو الإصلاح السياسي. هذه الحجة، هذه الدفوع مفهومة برأيك ومتفهمة؟ هذه الدفوع دائما ما تلجأ إليها القوى التي تأتي بعد اقتلاع نظام سابق بالطريقة التي رأيناها في العراق أو في أي مكان آخر. هذا كلام ليس صحيحا، ولكن عموما نشاهد أن جميع الأحزاب التي حكمت العراق بعد 2003، خاصة تلك التي ادعت التأسلم أو رفعت راية الإسلام كبرنامج لاقتراح بدائل لحكم العراق، فهي كما أسلفت قبل قليل، هي وعلى حد تعبير الدكتور أسامة الغزالي حرب الدكتور المصري، هي تأتي بأثر قوة خارجية، وهي تحاول كما قلنا أن تحصل على منافع الدولة بدون أن تدفع دية هذه الحقوق. هذا واحد. ثانيا والأهم من هذا كله، لا ننسى أن خاصة الأحزاب الإسلام السياسي الشيعي التي
كان لها حصة الأسد في إدارة الدولة العراقية بعد 2003، هي ليست بذات علاقة وثيقة مع فكرة إدارة الدولة، لهذا هي اتكأت على البعد الإيراني في استعارة ما يمكن أن تقوم به بإدارة الدولة العراقية. ولكن أنا أجد، دعنا لكي يكون هذا الكلام مجرد توضيح، نحن نريد أن نطرح الحلول أيضا. أعتقد أن القادم يجب على جميع الأحزاب الموجودة أو على الأقل التي تريد تغيير وضع العراق أن تفهم أن الفرصة الآن سانحة، وخاصة بعد ثورة تشرين التي أشر دكتور قحطان مدى أهميتها والتفاصيل التي ممكن أن نخرج بها، أن المجتمع الجنوبي في العراق بات يعرف أن علاقته مع الدولة هي الوحيدة المهمة، وأن علاقته مع أحزاب الإسلام السياسي والمرجعيات الدينية هي علاقة فاشلة ومتأزمة، ما دامت هي مراجع متعددة الجنسيات الآسيوية، ليس على البعد العربي أي وجود. وأيضا على أحزاب الإسلام السياسي السنية أن تفهم أن القرع بالطبول على رأس إيران وأحزاب الإسلام السياسي لا يتم بهذه الطريقة، وإنما يتم بطريقة أخرى، إلا وهي التعاضد مع مكونات الوطن والفصل تماما بين نقدها للتغول والغول الإيراني وبين ابن الوطن. وأعتقد أن هذه مسألة معقدة، وهي من ستفتح الأبواب وتسمح بالأكسجين أن ينتشر في رئة القادم لإحداث تغيير في العراق. أما أن نضرب تحت الحجاب الحاجز لأجل أن نبين أن هنالك مكونا واحدا هو من فشل والباقي سيجعل العراق قمرا وربيعا وجنة، أعتقد أننا لن نمضي إلى الأمام، وأعتقد أن هذا مجرد استدراج للعواطف التي لا تبني الأوطان. شكرا جزيلا. شكرا دكتور قحطان. ما المطلوب أولا حتى فعلا نشترح مشروع للإصلاح السياسي ويسبقه بناء حقيقي لدولة المؤسسات، ذات المؤسسات المنفصلة التنفيذية والتشريعية والقانونية، وبالتالي ننتظر من هذه العملية، عملية الإصلاح السياسي وقبلها بناء الدولة، نتائج حقيقية على الأرض؟ إذا ما ذكرنا في بداية حديثنا على أن الإصلاح يحتاج معنويات، قضايا معنوية وقضايا مادية، أعتقد أن تغيير العملية السياسية أهم خطوة لكي تتحقق حالة من التصحيح، وضرورة أن تستبعد القوى السياسية دون استثناء تلك التي ساهمت في العملية السياسية والتي طبلت الاحتلال والتي عليها ملفات فساد كثيرة وعليها مسؤولية كثيرة تجاه العراق وتجاه الشعب. ما المطلوب حتى فعلا نقول احنا هذا المشروع للإصلاح السياسي حقيقي وبناء الدولة يمضي بخطوات حقيقية وليس كلاما سياسيا وإعلاميا شعاراتيا؟ حقيقة أن نشخص العلة، والعلة تكمن في العملية السياسية، في هذا النظام السياسي، في هذه السلطة التي تحكم العراق. دكتور بعد 20 سنة نشيل العملية السياسية ونلقي بها في البحر؟ نعم، إن لم نفعل ذلك لن يستقيم العراق، هذا واقع الحال، لأن كل مخرجات هذه العملية السياسية كانت فسادا وخرابا ودمارا وطائفية وتمزيق وخراب وفرقة المجتمع تمزيق. ما الذي ستجده جيدا في هذه العملية السياسية لكي تختاره وتفرزه على جنب وتستفيد منه؟ لا يوجد شيء الحقيقة، كل البنى التحتية كلها دمرت، كلها خربت، عم من الفساد، عم من الخراب، العراق بلا سيادة، بلا استقلال، كل هذا من منتجات العملية السياسية. فما الذي يجعلك تبقي على العملية السياسية؟ أشكرك. وهي أساس البلاء وأساس الخراب. لذلك كانوا ثوار تشرين، هؤلاء الشباب نادوا بإسقاط العملية السياسية بصعقات كل قواها، هذه هي، أرادوا وقالوا نريد وطن. الوطن هم يعرفون أن الوطن أسير عند العملية السياسية وعند قوى العملية السياسية، فلذلك يجب أن تزيح هذه العملية السياسية بكل مكوناتها وكل فكرها وكل إطارها، وتبني عملية سياسية وطنية، والشعب العراقي قادر. شكرا. ورحم الشعب العراقي قادر بفكره وطبيعته أن يعطي الشيء الأجمل والأجمل. شكرا. في ختام حلقة طاولة حوار لهذه الليلة لم يتبقى لنا إلا نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي كان معنا في الاستوديو، وأيضا ضيفيها عبر سكايب، كل من الأستاذ مسار عبد المحسن راضي الكاتب والباحث السياسي عبر سكايب من بغداد، وأيضا دكتور قحطان الخفاجي
أستاذ العلوم السياسية عبر سكايب أيضا. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.